السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحديد موعد أجازتي رأس السنة الهجرية وثورة يوليو، وهنتكلم على العطلات الرسمية المتبقية في 2023. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، صلوا على النبي وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد. تحديد موعد أجازتي رأس السنة الهجرية وثورة يوليو. بعد الإعلان عن موعد أجازتي رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو من قبل مجلس الوزراء، من المقرر أن هيكون الخميس 20 يوليو القادم أجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، والأحد 23 يوليو أجازة رسمية بمناسبة ثورة يوليو. معنى كده أن الأجازة هتكون من يوم الخميس حتى يوم الأحد، وتتزايد معدلات بحث عدد كبير جدا من الموظفين والعاملين بالقطاعين سواء العام أو الخاص بشأن موعد الأجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية عام 2023. دلوقتي هنستعرض الأجازات الرسمية المتبقية بعد عودة الموظفين من أجازات رأس السنة الهجرية وكمان ثورة 23 يوليو. هيكون في أجازات متبقية طبقا للأجندة المعلنة من الحكومة. الأجازات هتكون هي 4 أيام فقط خلال مدة ال6 شهور المتبقية من العام، من ضمنهم برضو هيكون بالإضافة للعطلات الرسمية اللي هي الجمعة والسبت، يعني بخلاف الجمعة والسبت الموجودين في كل أسبوع. هيكون في واحد يوم الخميس 20 يوليو هتكون أجازة رأس السنة الهجرية، الأحد 23 يوليو أجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، الأربع 27 سبتمبر هتكون أجازة المولد النبوي الشريف، الجمعة 6 أكتوبر هتكون أجازة بمناسبة ذكرى انتصار حرب 73. ديت كانت هتكون، ومن المقرر كمان ان بتاعة يوم الجمعة اللي هي 6 أكتوبر هتترحل بقرار مجلس الوزراء للخميس نهاية الأسبوع. وبالنسبة للعطلات الرسمية طبعا هيكون جمعة وسبت من كل أسبوع. ديت كانت موعد أجازة ثورة 23 يوليو ورأس السنة الهجرية وباقي الأجازات الرسمية اللي موجودة في 2023. يبقى احنا وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. لو في اي اخبار جديدة هنزلها لكم في القناة، فما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، ومع السلامة.